يبقى حاجة موجودة عشان الناس تبقى يعني يبقى عندها المحاضرة دي كمرجعية ليها، لأن هي محاضرة حقيقية لا تمس الطب البيطري ولا مجال التغذية والزراعة والكلام ده كله، لكن وهي تمس المربي وتمس الدكتور وتمس المهندس وتمس كل العاملين في المزرعة. فأتمنى لك التوفيق، وبالتوفيق يا دكتور محمد، وأنا صراحة أقعد أسمع وأستمتع معاك صراحة. شكرا شكرا يا دكتور محمد على المقدمة أهم حاجة الجميلة تكون دي عملت منك. ريكورد بس، عشان أيوه يعني فاهم، عشان الكلام ده جميل جدا والله هو للمستقبل. الريكورد شغال واللايف طب خلاص ده شغال، شغال تمام. شغال يا محمد، انا الموضوع جديد عليا، فيعني ان شاء الله أنا يكون معاك. ما بوظش حاجة يعني. لا 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 لا، مفيش حاجة هتبوظ تصدقني، مفيش طيب حاجة خير ماشي، بتبوظ في الدنيا دي والله. الحمد لله. فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي الشاشة دلوقتي نتكلم على ال... لسه الشاشة، مع اختار البرزنتيشن اللي حضرتك هتقولها عشان تظهر على الشاشة، هي لسه ما ظهرتش. تمام كده. ظهرت الشاشة عندك؟ لا لسه. بص شير سكرين، هيطلع لك كذا شاشة. لو عايز نعمل انا شير سكرين من عندي مفيش مشاكل، واقلب انا من عندي وكده يعني اللي انت عايزه برضه، بس انت تدوس شير سكرين. هو لسه محمد هاز ستارتد شيرنج سكرين، هو مفيش حاجة طلعت عندك خالص، اعملها من عندي انا، ممكن تبقى اسرع شوية. طب اعملني انا ثانية يعني، حاول مرة كمان كده يا دكتور محمد. انت عملتني كده هوست صح؟ هو دكتور محمد طلع ماشي، كلمه يا دكتور محمد. الحمد لله على السلامة. النت فصل من عندي بقى، معلش. لا ولا يهمك، تحب اعمل انا شير السكرين من عندي وانت تقول لي اقلب، ولا اللي انت لا انا هيبقى هشير عندك؟ من عندي، انا هو اساسا طب ايوه خليني الادمن وانا الهوست، وانا هعمل شير سكرين. خلاص اوكي، ميك هوست اهو. بس اتاكد بس ان الريكورد شغال، هي دي اهم حاجه، والريكورد ده على كلاود. تمام. كده انت ايوه السلام. طيب الريكورد شغال، تمام. تمام لايف ستريم، خلاص اعتقد كده تمام. زي الفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على ال البادي كونديشن سكور انديري كاتل. طبعا دي هيرد مانجمنت تول، تمام، هيرد مانجمنت تول. وهنقول ليه هي يعني أداة من أدوات المانجمنت بتاعة التقاطيع، وده أنا شفت أنت كنت عامل الحلقة بتاعة الهيرد مانجمنت، وكانت حلقة جميلة جدا بتفرج عليها. وأنت ده شرف دكتور والله. محمد بتتكلم عن المانجمنت بتاعة الديري كاتل، وطبعا احنا الديري كاتل أهم حاجة عندنا المانجمنت بتاعة التقاطيع، مش اللي احنا التريتمنت والقصص دي كلها. صحيح. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب
الاوبجكتيفز اوف تريننج سيشن، احنا الاهداف بتاعتنا في السيشن دي ان شاء الله احنا عايز هنعرف وات تو ايفالويت، احنا بنقيم ايه اصلا، واي اتس سو امبورتنت يعني ليه هي مهمه، هاو تو ايفالويت انا هقيم ازاي البودي كونديشن سكور، وين تو ايفالويت امتى هقيم البودي كونديشن سكور. تمام. وفي حاجه ثانيه نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، مفيش حد ينفع ما ينفعش يشتغل في اي مزرعه حلاب ومبقاش عارف البودي كونديشن سكور ثرو ذا برودكشن فيزز، يعني لازم يبقى عارف البرودكشن فيزز ماشيه ازاي والبودي كونديشن سكور ماشي ازاي، ما ينفعش ابقى ماشي في المزرعه كده مش عارف البقر ماشي عندي ازاي في القطيع. طيب هناخد الهوم مسجز معانا في الاول كده، حاجات جنرال، حاجات تعريفات مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه انا هتكلم عن الديفينيشن البادي كونديشن سكور، انا بقول از ا لو كوست هاندز اون ميثود، طبعا دي حاجه في ايدي في المزرعه اقدر اعملها مش محتاجه مني تكلفه. في دلوقتي في مانجمنت وفي برامج بتعمل البادي كونديشن سكورنج بخلال كاميرات في المحلب وكده، بس انا اقدر اعمل بادي كونديشن سكور بعيني بايديا، مش محتاج جنيه من حد. تمام. طبعا دي عندنا نمبرز اون سكيل عشان اعمل ديسكرايب للريليتيف فاتنس او البادي فات ريزيرف، ودي نقطه مهمه جدا يا دكتور محمد. الناس بتبقى معتقد ان انا في البادي كونديشن سكور ببص على ايه ده، دي بقره كبيره ده بادي كونديشن سكور 5. لا انا ما ببصش على، انا ماليش دعوه بالسكيلتال بتاع البقره، انا ببص على الريليتيف فاتنس البادي فات ريزيرف، والبادي فات ريزيرف هي دي مختصر البرزنتيشن كله، البادي فات ريزيرف انا بقيم البادي فات ريزيرف ليه؟ الفات ريزيرف اللي هو الانرجي ريزيرف بتاع البقر. مظبوط. تمام؟ وده اللي انا مبني عليه كل حاجه. الامبورتنس بتاعه البادي فات سكور واليوزز بتاعته اول نقطه، تمام؟ ان انا بعمل اسيسنج للليفل بتاع الفات ريزيرف اوف كاوز during various production phase، بقيم مخزون الدهون للبقرة في مراحل الانتاج المختلفة بتاعتها. طيب ليه البقرة في البادي سكور كويس هتديني لبن كويس، هتبقى عرضة اقل للميتابوليك ديس اوردر والامراض، وهيبقى الريبرودكتيف بروبلمز فيها قليلة، وهنقول ليه البادي سكور مرتبط معايا بالميتابوليك ديس اوردرز والديزيز. تاني حاجة بالنسبة لإدارة المزرعة، أنا بقدر أخد قرارات في الإدارة وفي التغذية أزود بيها إنتاج الحليب وأقلل المشاكل الصحية عندي عن طريق البادي كونديشن سكور، يعني دي برضو نقطة مهمة. تالت حاجة البادي كونديشن سكور كان كاريد أوت، يعني أنا ممكن أعمله ريجولرلي أند إيزلي إن أني سيركمستانسز، في أي ظروف أنا أقدر أعمل بادي كونديشن سكورنج للبقر، ما عنديش مشكله في الموضوع ده كله. طبعا يا دكتور مهندس ممكن تقول لك ايه، لا يعني كانت في مدرسه اول ما اشتغلنا لو انت تفتكر في الانتاج الحيواني، اول ما اشتغلنا ما كناش بنعمل بودي كونديشن، ما كناش عارفين يعني ايه بودي كونديشن سكور اصلا. عايزين نخلي الطفل مستور، بس كان الناس تقول لك ايه اصل هو مشكلته ان وان اي واحد، وان اي يعمل بودي كونديشن سكور. طب يعني ايه وان اي؟ يعني انا مثلا مزرعه 13000 راس الف اعمل بودي كونديشن سكور لوحدي؟ لا معلش يعني خدت بالك يعني هو لكن البادي كونديشن سكور طول ما في رولز بتحكمني ما فيش فتي، يعني احنا ما مش هنقعد انا اقول، لو انا قلت سكور بقره سكورها 3 وانت جيت قلت سكور 4 احنا في حد فينا ما بيفهمش حاجه، يعني احنا مش عايز اقول كلمه وحشه بس في حد فينا ما بيفهمش حاجه، لكن لازم احنا نختلف ما بيننا في ربع، يعني نختلف في ربع حتى ما نختلفش في نص، هو ربع كبرنا نختلف فيه. صحيح صحيح. تمام. غير الميزان، في مزارع وفي بعض المزارع في مصر بيجي مثلا يقول لك ايه، طب ركب ميزان على المحلب، ركب لي ميزان في اوزن لي البقر وهو خارج وهو داخل. طب ما انا مش واخد في اعتباري الرومن فيل، السكيلتال ويت، البريجنانسي ويت، انا مش واخد في انا ما كل ده بيبقى امبوسيبل وامبراكتيكال، يعني ايه بس انا اوزن البقر في الرايحه وفي الجايه، ده برضو موضوع مش كويس. صحيح. فالبادي كونديشن سكور بيختصر لي القصص دي كلها. صحيح صحيح. طيب
دي بقى البرودكشن فيزز. طبعا دي مهمه جدا 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 الرسمه دي، تمام؟ هي دوره حياه البقره يعني، دوره حياه البقره الانتاجيه بالظبط. طبعا المنحنى هنا متقسم عندي، انا حاطط تحت دايز بوست كافينج، الايام بعد الولاده مقسمه بالايام، تمام؟ والفيزز من فوق، فيز 3 4 5 6 1 2، تمام. وادي المنحنى اهو. طيب عشان هنتكلم شويه حبه حلوين على الايه، على الرسمه دي، عندنا اول مرحله، مرحله الفار اوف. نبص كده على الورق على المنحنى، تمام؟ اللي احنا عندنا مرحله الدراي للبقره، فار اوف وكلوز اب. المرحله اللي هي دي اللي هو من عند ال 300 لغايه 360 يوم. الفتره دي يا دكتور محمد دي بيحصل فيها المفروض تاهيل للرومن. خلاص البقره لازم في الفتره دي انا بظبط البقره ان انا اهيئها للاكتيشن جاي جديد. صحيح. تمام؟ طبعا احنا ممكن نبقى نتكلم عن البرودكشن فيس كايه اللي بيحصل كمانجمنت وتظبيطات، وايه اللي بيحصل في الكلوز اب، وايه اللي يحصل في الدراي والنيوتريشن ريكويرمنت والكلام ده كله. بس انا عايز اتكلم في ايه؟ ان انا دلوقتي هنبص على الرقم عندي في الفيس 2 في الكلوز اب. في الكلوز اب البقره المفروض تبقى عندي في الكلوز اب البادي كونديشن سكور بتاعها 3.5. صحيح. ده الايدي. شوف انا بتكلم على بقره بريجنت وفيها عجل وخلاص هتولد، بديها بادي كونديشن سكور 3.5. فوق ال 3.5 انا عندي كريتيكال بروبلم، عندي مشكله خطيره. مش واحد ممكن يبقى واحد في مزرعه داخل على الكلوز اب، كلوز اب افيال افيال، اعرف ان انت هتشوف موسم صحي وموسم تناسلي زي الزفت ما شفتوش في حياتك. فالمانجمنت في الكلوز اب مهمه. انت واحد ممكن يبقى فاكر نفسه خلاص انا بقى انا ظابط البرنامج بتاعك التناسلي وظابط الحقن وظابط كل حاجه، بس انت نتائجك زي الزفت. مش عارف نتائجك زي الزفت ليه، انت مش عارف انت واقع ليه في المزرعه، لكن انت عندك البقره جايه لك من البيك تيل ميلك الاند لاكتيشن. البقره طبعا بدات تجين الفات والضغط عليها في الـ في النيوتريشن ريكويرمنت، وزايد معاها الطاقه وزايد البروتين. طبعا في ناس بتبقى عايزه لبن وخلاص، فالبقره خلاص انا مش هجيب لك لبن، انا بخزن دهون. تخش معاك انت الدراي والكلوز اب خلاص البقره متستفه متعبيه دهن، وده غلط ما ينفعش. نبدا بقى نمسك المنحنى من الاول، خصوصا يا دكتور محمد لو الكافنج انترفال اكتر. يعني انت هنا حاطط 360 يوم، دي بقره ايديال، دي بقره الايديال. دي بقى عندك هنا 450 يوم وال 470 يوم. ده طبعا يوم. في مصر طبعا يا دكتور محمد هنا احنا يعني ايه، دي الرسم ايديال. طبعا انت كل ما معلش يعني كل ما الفتره تطول معاك، وبرده انت برده ايه عارف ان الموضوع ده مرتبط بايه؟ بايديال فيرتيليتي، ان انا عندي تناسليات وبرودكشن 100 100، ان انا أيوة مثلا الافريج ديز اوبن عندي قليل. صحيح. طبعا يعني انا طبعا. كل ما الفتره ما بين البارتيوريشن للفيرست كونسبشن تقل، خلاص انا كده راجل برنس. مع طبعا مراعاة انت طول عمرك برنس يا دكتور محمد والله. مع مراعاه البي دبليو بي. صح كده؟ طبعا. فالناس بقى فاكره ان مثلا تلاقي واحد يقول لك ايه؟ لقح البقره 12 تلقيحه، انا عايز لبن، انا عايز، وهو مش عارف هو بيعمل ايه في البقره. هو باصص تحت رجليه دلوقتي، لكن هو بيدمر البقره دي بعدين. طبعا. يعني ده الوضع يعني. فلكن ال محمد طيب نبص بقى عند ايه الاول فتره اللي هو الفيس 3 اللي هي فتره الفريش او عند الكوفينج 3.5. 3.5 طبعا المنحنى وانا بعمله ما ظبطش معايا، بس لكن ده يبقى زي ده 3.5. يعني البقره المفروض تخش معايا الكلوز اب او من الدراي اوف للكلوز اب للولاده بنفس البادي كونديشن سكور. صحيح. انا مش عايز البقره لا تزيد ولا تقل، تفضل محافظه على نفسها
في الفتره دي. برضو واحد يجي يقول لك ايه، لا انا اصلا هظبط البقره في الكلوز اب واظبطها، ويروح مخلي لي البقره بقت متختخه ويبقى مبسوط، يقول لك ايه البقره تخنت وحلوت. لا يا عم انا مش عايزها تخنه ومحلوه، انا عايز البقره ايديال 3.5. طيب في الفتره دي بقى دكتور محمد بيحصل عندي ايه؟ بعد الولاده على طول البقره بتفقد البادي كونديشن سكور بتاعها، وانا يعني الابحاث الريسيرشز بتقول ايه، انا عايز البقره تفقد من نص لماكسيمم واحد من البادي كونديشن سكور بتاعها ماكسيمم. يعني انت يعني احنا لو اتكلمنا في نص ده كويس، طبعا في بقر بيخس اكتر من كده، لكن انا عايز البقره من 3.5 توصل على ال 30 يوم ان هي توصل سكور 3. تمام. ليه بقى؟ طبعا يا دكتور الناس الموضوع في الفتره دي مش يعني الواحد يقول لك ايه، لا انا هخلي البقره ما تخسش، هخلي البقره ما تخسش، ما مش بمزاجك، مش بمزاجك، البقره بدات تحلب خلاص. تمام يا باشا، البقره بدات تحلب. انا مع الهاي ييلد ميلك، مع الهاي ييلد ميلك بيحصل عندي تيبيكال ستيت، تيبيكال ستيت اوف نيجاتيف انرجي بالانس. خلاص البادي ستور، البادي ستور من الفات بيبدا يستخدم لانتاج الحليب. مظبوط، يبدا يستخدم لانتاج، فالبقره بتخش في حاجه اللي هي اسمها تيبيكال ستيت من نيجاتيف انرجي بالانس، يعني لازم تخش في النيجاتيف انرجي بالانس. في بعض يعني في 80% من البقر بيدخل الحاله دي. في بقر يعني الريسيرشز الاخيره بتقول لك ايه، ان في بقر بيبقى اسمه الكيبر كاو بيفضل محافظ على البادي كونديشن سكور بتاعه ما بيخسش، وده يعني حسب الايه بيبقى بنسبه 10%. والموضوع ده يعني ما يعني ايه ما بنشوفوش على طول، لكن طبعا. اغلب 80% من البقر بينزل من 3.5 لغايه 3 في البادي كونديشن سكور حقيقي، وبيحصل عندي اللي هي التيبكال ستيت للنيجاتيف انرجي بالانس في الايرلي لاكتيشن. طبعا البقره يا دكتور محمد طبعا عشان تعوض طبعا بعد الولاده ومع الاستريس بتاع الولاده، طبعا الدراي ماتر انتيك بيقل، دراي ماتر انتيك بيقل. صحيح. طيب البقره دلوقتي عايزه في جاب بقت في البقره ما بين الميلك برودكشن وان هي تعمل مينتيننس للاورجنز بتاعتها والاكل البقره، فاوتوماتيك هعمل موبايليزيشن للفات ريزيرف عندي في الجسم البقر ده اوتوماتيك. طب يا دكتور محمد حصل موبايليزيشن للفات ريزيرف، اي عمليه ميتابوليزم في الجسم، اي عمليه ميتابوليزم في الجسم او موت خلايا، يعني اللي هو احنا عندنا خدنا في الفسيولوجي حاجه اسمها الابوبتوزيس اللي هو البروجرام سيل ديس، لما البقره بتكبر في السن، لما الانسان بيعجز طبيعي الخلايا بتاعتك تبدا تموت وتتجدد. صحيح. خلاص، فبيطلع عندنا من الموبيلايزيشن ده حاجه اسمها الفري راديكلز او البلاد ميتابولايتس، دي بتعمل لي دربكه جباره في البقر. يعني بتعمل، لو انا مش حاطط، انت راجل طبعا عارف الكلام ده، لو احنا مش حاطين الانتي اوكسيدنت ايجنت ومظبط السيلينيوم والفيتامين اي والفيتامين سي والفيتامين اي وكل الحاجات، في عندنا حاجات اسمها انتي اوكسيدنت اي وانتي اوكسيدنت بي، الموضوع ده يعني ممكن نبقى نفرد حاجه على الاوكسيديتيف ستريس بعدين، لكن ده اللي بيخلي البقره خلاص في مرحله ان هي دلوقتي لازم في الفريش، مرحله الفريش يتظبط علاقه الفريش. يعني بقى تركيز الناس منصب ان علاقه الفريش دي، ممكن الناس تقول لك ايه، لا انا البقره لما اول ما تبدا تجيب حليب اظبط لها، ولا لا مش مهم اظبطها دلوقتي، لا هي الفتره دي لازم البقره تتظبط في العليقه بتاعتها ويبقى في تركيز على المينرالز والانتي اوكسيدنت في العليقه. صحيح طبعا. طبعا بيزيد عندي النيجاتيف انرجي بالانس، زاد الفات موبيلايزيشن، بيزيد عندي البي اتش بي، بيزيد عندي النيفا نون استرفات فاتي اسيد. خلاص صحيح، كل ده عشان حصل عندي الميلك برودكشن. بس بعد كده الفيس فور، الفيس فور المفروض ان انا برضو البقره بتكمل معايا في ان هي تخس في البادي كونديشن سكور، برضو الحليب عمال يزيد، برضو الحليب عمال يزيد، فالايديال عندي عند المرحله دي ان هي تبقى 2.75%. طبعا دي لا، عند اغلب الناس دي مرحله البريدنج،
عند مرحلة التلقيح. فشوف البقرة نزلت كل ده، شوف نزلت نزول رهيب يعني. طبعا طبعا، تمام. بعد كده خصوصا في الفيس الهاي فايل برودكشن، خصوصا في البقر الهاي برودكشن بقى اللي بيجيب 50 الهاي و60 برودكشن، هو كيلو. الهاي يلد، الهاي يلد كاو يعني تيبيكال اللي بيحصل في الموضوع ده. طبعا طبعا. الفيز 5، الفيز 5 خلاص طبعا. الميلك برودكشن طبعا الفيز 4 دي اسمها البيك ميلك، خلاص البقره بدات تخش في البيك بتاعها خلاص. الفيز 5 انا دلوقتي اسمها البيك دراي ماتر انتيك، انا عايز اعلي الدراي ماتر انتيك، والبقره بتبدا تجين البادي، البادي البادي سكور بتاعها، تبدا البقره تجمع شويه دهون اوتوماتيك. الموضوع ايه؟ انت بتزود يعني، انت لازم تمانج البقره كده، انت لازم تمانج البقره كده، لازم الدراي ماتر انتك يتظبط معاك بحيث ان البقره تبدا تظبط نفسها ويحصل ريجين للبادي فات ريزيرف، بحيث ان هي تخش معاك ايه على فتره الدراي اوف وهي متظبطه. صحيح. تمام. ستة دي برضو بتزال البقرة تجين الفات بتاعها. وطبعا في ناس بتعمل ايفالويشن للبودي فانكشن سكور في المنطقة دي عند ال 240 يوم او ال 220 يوم، يقول لك ايه، خلاص البقرة بيرلي خلاص هي جمعت الفات ريزيرف بتاعها، فابدا اعمل لها ايفالويشن عند الفترة دي. بس يعني مش اغلب الناس بتعمل كده. ودي كارثة يعني، المفروض ان هو يعمل البادي كونديشن سكور في الفترة دي عشان لما يجي يجفف يبقى على ايوه الاقل مجفف صح، ومفروض بقى قبل كده عند ال 150 يوم. وهو حقيقي يعني احنا يعني لو الموضوع ده مش متظبط مش هيبقى في تراسليات اصلا يعني، ايوه تتخيل الله يعني ينور عليك. حتى واحنا بنلقح كنا يقول لنا اساتذتنا يعني البقرة هتلاقيها البادي كونديشن سكور بتاعها 2 ونص، ما تلقحهاش مش تمسك، ما تضيعش عليها التلقيحة. ده هو دي يعني. بص يا دكتور محمد، الناس مش عارفه البودي كونديشن سكور ده يعني انت يعني هو يقول لك ايه ده يا عم، ده من واحد لخمسه وايه يعني، احنا ملوش لازمه احنا خلاص. لا انت برضو ده بقول لك، انت بتعمل ايفالويشن للميتابوليك بروسيس بتاعت البقر عندك ماشيه في القطاعات. اصل انت النهارده راجل مثلا، لو انت ما عندكش لاب في المزرعه، ما عندكش الامكانيات ان انت يعني تحلل دم وتشوف الكلام ده كله، ابسط حاجه ان انت بتشوف البادي كونديشن سكور بتاعك في البقر ماشي ازاي، البقره خست ازاي وعملت ازاي. انت خلاص بتاخد جايد لاين، انت القطيع عندك ماشي ازاي. ده انا داخل على موسم تناسلات زي الزفت، ده انا والله داخل على موسم صحي زي الزفت، هيبقى المشاكل الصحيه عندي كتير. صح شوف الرسمه دي بقى دكتور محمد، رسمه مختصره. تمام. اي طبيب بيطري لازم عارف الرسمه دي. صحيح. اي دي خلاصه الايه الديري في يعني، ده الكوندنسيشن بتاعنا، كل تركيزنا كدكاتره في الفتره دي. الدكتور اللي هيقول لي انا بلف ورا البقره في الحظيره في فتره، انت ما بتشوفش وش البقره بعيدا عن الفتره دي. كل اغلب يعني 90% من المشاكل بتجي لك في الفتره دي، و90% من شغلك كريبرودكشن في الفتره دي. يعني نبص هنا عندنا الترانزيشن بيريود 3 اسابيع قبل و3 اسابيع بعد الولاده. تمام. وعندنا قبل الولاده 8 اسابيع اللي هم قبل الولاده الفار اوف خلاص، اللي هم قبل ال3 اسابيع بتوع الكلوز اب. دي بقى المعايير اللي انا لازم ابص عليها. طبعا الحاجات دي لازم يتعمل لها مانجمنت كويس. يعني انا المفروض ان انا اخد بالي قبل ما البقره تولد، اخد بالي في حاجات اعمل لها اتنشن، ابص على الرشن في الفار اوف والكلوز اب، ابص على الكاو سايد والفارما مانجمنت. الكاو سايد اللي هو الكاو والفير، البقره ما يبقاش عندي اوفر كراودنج عشان البقره تبقى بتاكل وهي مرتاحه، لان طبعا البقره خلاص يعني ايه، برضو الكاو والفير والكاو مانجمنت ده يعني ايه، لو فتحنا فيه موضوع كبير. مونيتورنج للبلاد بارامترز، المينرال والفيتامين سبلاي لازم اهتم بالموضوع ده في العلاقه بتاعه الكلوز اب، يعني لازم اركز عليه. البادي كونديشن سكور احط عليه علامه، لازم البادي كونديشن سكور ده اشوفه. افويد الفاتي ليفر، الدراي اوف اذر كير، الدراي اوف بتاع البقر في الدراي. يعني مثلا احنا دلوقتي في نادك، انا لو عايز اعمل يعني انا عند الدراي اوف في نادك بعمل 3 بروسيجرز مهمين، انا باخد تيت سكورينج، باخد بادي كونديشن سكورينج، والدراي اوف.
طبعا. وقبل ما اعمل الدراي اوف قبليها مثلا بيومين ثلاثه بنعمل مثلا ايه تريمنج للايه للهوف صحيح. مش ما يبقاش كله. لكن انا دلوقتي باخد بادي كونديشن سكورنج، باخد تيت سكورنج، باخد بعمل البروسيسنج بتاع الدراي اوف عشان الاذر كير. طبعا لو ما عملتش دراي اوف صح للبقره يعني قابل بقى اللي هيحصل لك بعدين من ماستايتس. ولو بقره دراي جات لك ماستايتس وبتبقى معلش يعني جايه لك خربانه صح، وخصوصا البقر اللي عنده بريزيستنس ولسه قبل ما بيتجفف بيجيب 25 كيلو لبن و30 كيلو لبن ولسه بيجيب لبن كتير، ده المفروض ليه تعامل خاص تماما. انا عايز اقول لك السنه دي طبعا. ما كانش فيه محاكم تجفيف اصلا في مصر يعني عشان تبقى عارف، والناس لعبت ساعه. فانا بقول لك بقى ان هو يعني ايه طبعا الفاكسينيشن، الفاكسينات اللي بتتاخد عند عند الدراي اوف يعني او في فتره الدراي اوف، ان انا بدي اللي هو حاجات للروتا وكورونا وحاجات الكوليسترول. طبعا انا مش عايز اقول اسماء تجاريه تمام. والفيت مانجمنت زي ما قلت التريمنج، واشوف البقره عشان البقره انا بريح البقره ان هي ترتاح داخله بحوافر مظبوطه تمام عشان تخش معايا على الموسم بعد ما تولد البقره مرتاحه، حوافرها كويسه، الفيت بتاعتها كويسه. وموضوع الفيت مانجمنت برضو في الفتره دي مهم جدا 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 جدا. صحيح. انا لو مش معمول عندي تريمنج كويس للبقره، البقره مش هتمشي كويس، اللونج هوفز هيعمل لي مشكله، لو عملت لها اوفر تريمنج هيعمل لي مشكله. في يعني الموضوع المانجمنت اهم حاجه. في الكافنج، في عند الكافنج برضو لازم نعمل افويد تمام للدراي ماتر انتيك لما بتقع، الان اي بي اللي هي نيجاتيف انرجي بالانس، الليبيد موبيلايزيشن، البادي كونديشن سكور فوق الاربعه، الفاتي ليفر بشيك. طبعا في طبعا ده بيختلف من مزرعه لمزرعه، البي اتش بي ناس بتشيكه من عند الدي صفر لليوم 10، وفي ناس بتقول لك لا انا عايز اشوف من اليوم 10 ليوم 20 يعني بحسب وفي ناس بتعمله في الكلوز اب، وبالذات وفي ناس بتعمله في صحيح الكلوز اب يعني. صحيح في ناس تقول لك ايه، في ناس تقول لك وفي ناس طب ما انا بتعملوش هعمل، خالص. في ناس ما بتعملوش خالص. ايوه صح بس هو مهم جدا يعني. انا طبعا. لازم انا في ناس تقول لك ايه لا انا هعمل نون استريفايد فاتي اسيد في الكلوز اب، وهعمل بعد الولاده بي اتش بي. صحيح صحيح يعني في طبعا البي اتش بي طبعا مهم جدا جدا ان انا اشوفه، لان هو بيديك برضو انديكيشن للسب كلينيكال كيتوزيس والكيتوزيس عندك. طبعا لو لقيت نسبه 30% من السامبلز اللي انت تاخدها فيها سب كلينيكال كيتوزيس يعني فوق ال 1.2 ده مشكله بالنسبه للملي مول في اللي هو الديفايس بتاع البي اتش بي. أبلغ. لو بيديك النتيجه وقتي يعني انت بتشوف النتيجه وقتي وانت واقف. صحيح. طبعا كل الحاجات دي انا هنبص عليها طبعا لازم اشيك عليها. طبعا الحاجات دي لو فتحنا فيها عايز لها ايه كل حاجه عايز لها برزنتيشن لوحديها. طبعا طبعا طبعا. البوسيبل بروبلمز انا عندي بتكلم في لازم اخلي بقى من الديكريزد ميلك برودكشن، الميلك فيفر، سب كلينيكال كيتوزيس، والكلينيكال كيتوزيس، ديسبليس دابوميزم، كل ده برضه يا دكتور محمد الناس مش واخده بالها ان البادي كونديشن سكور او ولاده البقره يا جماعه كريتيكال. هو احنا بنقول عليها الترانزيشن بيريود، ناس يقول لك المانجمنت في الترانزيشن كله كلمه، الناس الترانزيشن بيريود مهمه، الترانزيشن بيريود مهمه، بس ما حدش طب هي مهمه ليه بقى؟ اصل انا بجهز البقره لللاكتيشن اللي بعده. طب بتجهزها طب وبعدين؟ لكن صحيح. الكريتيكال ايديا عندي في الترانزيشن بيريود ان البقره بتولد عندي وبتنتج لبن، وبيحصل موبيلايزيشن للفات، بيحصل اوكسيديتيف ستريس. الناس كلها عارفه ليه ستريس، لكن الاوكسيديتيف ستريس هو يعتبر اخطر من الهيت ستريس. صح. ولو يا حبذا بقى لو بقره في موسم صيف قابلت معاك مع ولادات مع بقره يعني خراب الخراب طبعا طبعا. خلاص الدنيا باظت. وطبعا انت يعني الحاجات دي برضو في يعني في ناس ايه، كنت حضرت محاضره كده في لدكتور في اسبانيا بيتكلم ان ترانزيشن بيريود ما سماهاش الترانزيشن بيريود، ما تسمعي مسميها الفيشس بيريود.
الفيشس يعني الدورة الوحشية، يعني عارف انت اللي هو في حرب شغال. طبعا 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 هي وطبعا فعلا حرب حرب الناس. طبعا كله مربوط. انا عامل رسمه بعد دي بتبين قد ايه. طبعا في حاجه كده في البوسيبل بروبلمز يا دكتور محمد، اخر حاجه اسمها الكالينج. ما برضه اللي هي الكالينج يعني ايه؟ انا لو عملت مانجمنت كويس، طبعا انت عارف ان انا المفروض الكالينج قبل ال 90 ديز ميلك، يعني ده كارثه طبعا كارثه. انا قبل بعمل اللي بقرا كالينج قبل 90 ديز ميلك ده، انا ما لحقتش اخد منها اي حاجه. وخصوصا لو موسم اول بقى انت صرفت ويا عليها لو موسم سنتين اول ده ونص كده بقى، عارف انت خسرت يعني ملايين وانت واقف. طبعا. فلازم نمانج الموضوع ده، يعني حتى الدليفري تعمل لها مانجمنت كويس، التغذيه مانجمنت كويس. ولو تفتكر احنا كنا اول ما اشتغلنا في الحلاب، تبقى انت مسحول في قلب الجله وطلعان عينك ويبقى الناس مبسوطه. يا جماعه الدكتور لما تخش مزرعه تلاقي الدكتور قاعد على جنب زي الباشا، ما فيش حالات جايه له، متوسط الحليب كويس في المزرعه، التناسلات كويسه في المزرعه، انت مش عايز الدكتور يعمل حاجه. انا مش فرحتي الدكتور وعمال يعمل 24 ساعه عمليات ال دي اي ودستوكيات والدنيا خربانه في المزرعه. طب وبعدين استفدت انا؟ والله بس تمام. خلي الكالينج طبعا، الكالينج انا عايز خليك بس اقول الكالينج فيه فولانتري وانفولانتري كالينج، وده برضو موضوع كبير. صحيح الفولانتري والانفولانتري كالينج ومظبوط يا دكتور محمد، الكلام ده عملاق طبعا. طيب دي بقى ده الريكومندد بادي كونديشن سكور باي ستيج او ستيجز اوف لاكتيشن. تمام. تمام احنا عندنا قلنا زي ما احنا قلنا عندنا عايزين الكافنج زي الدراي اوف زي الكلوز اب. مظبوط. خلاص. طيب ان شاء الله في طبعا اللي بعت لك الاكسل شيت. تمام. ده هتشرحه برضه يا باشا براحتك براحتك. ليش خلاص يا محمد؟ الاكسل شيت انت بتتكلم بالديز ميلك، كان المفروض انا الافريج طبعا النسب دي اللي عملتها جامعه بين ستيت، في طبعا حطوا الريكومندد دي في 2001 تقريبا او 2000 للحاجات الايدل للبادي كونديشن سكور. في ناس برضو في امريكا دلوقتي حاليا بيتكلموا ان عند الكافنج والدراي اوف الرينج ده واسع، عايزين يقللوه شويه. يعني الرينج يقول لك احنا عايزين نقلله شويه، ننزل نخلي الجول 3 وربع، وعند الدراي اوف 3 وربع بس بقى عقبال ما ياخدوا. يعني هم ده دلوقتي لسه ريسيرشز شغالين عليها، لكن احنا خلينا في الجدول ده بتاعنا احنا، ده احنا مش ايه ده، هم يقولوا براحتهم. صح طبعا عند الايرلكتيشن اهو انت خدت بالك 3 ونص الجول بتاعي، ايرلكتيشن 3 من 1 ل 30 ديزن ميلك. طبعا ديزن ميلك اللي هي ايام الحليب، لو حد يعني طالب ولا حاجه ما عارفش يعني ايه ديزن ميلك، دي ان ميلك يعني ايام الحليب. صحيح من 101 ل 200 يوم 3، من 201 ل 300 3 وربع، دراي اوف فوق ال 300 يوم انا بتكلم في 3 ونص. صحيح طيب في طيب نبص هنا بقى رابع نقطة، انا عايز اعمل ديفرنشيت بتوين الاندر كونديشن كاو والاوفر كونديشن كاو. طبعا الاندر كونديشن كاو انا لو بقرا داخله عندي من الكلوز اب وهي اساسا ضعيفه، يعني السكور كونديشن بتاعها 2.5 ولا 2.75، يعني انا كده دي حواوشي بقرا. بقى ان طب شاء الله هتروح تتعمل في الحواوشي. بقرا معلش بودي كونديشن سكور 2.75، هتولد هتنزل لي نص، عقبال ما توصل تلقيح وصلت 2، يعني معلش هتاخد منها ايه دي؟ خد منها حاجة لو كملت ولا اصلا حاجه. يوم الاولانيين. الاوفر كونديشن كاو البقره اللي هي فوق ال 3.75 دي هاخد منها بقى ميتابوليك ديس اوردر وكافنج ديفيكالتيز. طبعا الفات في منطقه البلفيك اريا هيعمل لي دوستوكيات، هيعمل هاخد ستيل بيرس، الموضوع هيبقى متدمر عندي. ميتابوليك ديس اوردرز طبعا لان انا عندي حصل عندي موبلايزيشن للفات اللي هو النون استريفايد فاتي اسيد زادت معايا، البي اتش بي زايد معايا، خلاص انا هيحصل عندي فاتي ليفر، هيحصل عندي كيتوزيس. تمام. صحيح صحيح
طيب في حد ممكن يسأل يقول لك طب ايه علاقة الحاجات دي كلها، تمام؟ الحاجات دي انا هشرحها بعدين، الليمنس والكيتوز دي ايه والكلام ده. في معلومة انا من تحت، low body condition score less than 2.5 causing limbness. طب البقرة السمينة ويجي لها limbness ماشي، لان في لود ووزن زايد، وبرضه كان في ابحاث تقول لك ان البقره اللي هي البادي كونديشن سكورنج بتاعها فوق الاربعه، تمام، ممكن تبقى شايله 200 كيلو دهن. اللي لما عملوا قياسات لنسبه الدهن في الرامب وجوه وخدوا كاركس ووزنوا نسبه الدهن فيها، قال لك ممكن توصل ل 200 كيلو او 250 كيلو دهن في البقره، تمام. لكن اللي اقل 200 ونص، احنا عندنا في الاناتومي بتاع الهوف عندنا الكاشنج باد. الكاشنج باد دي اللي هي بعد البيدا البون على طول، عامله زي ما خده لرجل البقر. الكاشنج باد دي دهن اصلا، فانا لما البقره بتقل عن 2 ونص خلاص الكاشنج باد دي بتروح، الكاشنج باد بتروح. فيبقى كوز الليمنس هنا فروم انسايد اوتسايد، يعني البقره ذات نفسها الليمنس جاي لها من جواها، يعني البيدال بون بتبدا تضغط على الحافر بشكل كبير جدا، ويحصل عندي سول السر ويحصل لي ليمنس والبقره تتدمر معايا. مظبوط. برضو ده ممكن يبقى انت عندك يعني مشكله في المزرعه، سول السر، ومظبط البيدنج بتاعك وانت مش عارف سول السر جاي لك منين اصلا. يعني تقول اصلا ما البيدنج عندي كويس، ما طب بس ايه اللي عمل لي مشكله؟ مظبوط. طبعا 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 يا دكتور محمد. طيب ايوه اتفضل. قول اتفضل قول. يعني ده برضو عشان كده يا جماعه داتا المزرعه هي اهم حاجه. يعني انا دلوقتي لو معلش يا دكتور محمد، رحت دلوقتي مزرعه زياره، تمام، وهتلف نص ساعه تحت في المزرعه، وانت وانا عارفين ان لفه المزرعه دي ولا ليها اي لازمه من الاخر. صحيح. لكن القعده على الكمبيوتر وان انا احلل البيانات واشوف كم بقره دخلت بعد ما ولدت عرج، وكم بقره حصل لها كالينج في اول 90 يوم، وكم بقره، هي دي اهم حاجه، هي دي اللي بتكشف لك المزرعه كلها. يعني هي دي شوف اللي بتكشف شوف لك يا دكتور المزرعه محمد، ده بقى الكلام ده لو انت مسجل اصلا. انت لو هنا مفيش حد الله بيسجل ينور حاجه. عليك. اهم طبعا، ما انا برضو انا ايه هقول لك، البادي كونديشن سكور ممكن ايه واحد يقول لك يا دكتور طب ما احنا هنعمل ايفالويشن للبادي كونديشن سكور وكده. طب انت برضو انا يعني لازم عندك برنامج، انا بتكلمك في بيزك، لازم عندك برنامج تدخل عليه بيانات المزرعه. صحيح. ما انت مش هتبقى ماشي لي بكشكول وكاتب لي عمل لي جدول وارجع ادور على البقره ولا كارته ولا بتاع، لا لازم في برنامج لاداره التقطيع. يعني في برنامج تقعد عليه 5 دقائق تبقى عارف المزرعه ماشيه عندك ازاي، ايا كان البرنامج او ايا كانت. بس يعني ما تقولش اصلا انا عندي 100 بقره اجيب لهم برنامج ليه؟ ال 100 بقره لو ما جبتش برنامج اخر السنه هيبقوا 50. صح طبعا. يعني انا ازود ال 100 بقره يبقوا 120 ومعاهم ولادات وعندي نسبه بريجننت في القطيع كويسه، ولا ان انا مضيع الدنيا وما عنديش بيانات ولا عارف تلقيحها امتى ولا عملت امتى وماشي كده وخلاص؟ ما ينفعش. يعني انا افتكر مره رحت لواحد عنده 100 بقر في مكان ما، ودكتور والله عايزين اجس البقر كله، ليه يا حاج؟ والله انا بلقح كده ومش عارف انا ايه البريجننت ومش ايه البريجننت. طب وبعدين؟ طب وكل ما اجي اجس ال 100 بقره وافضل اسنن لك البقر واشوف لك دي اتولدت امتى؟ طب احنا بنتكلم في ديري كاتل، دي مانجمنت، ادخالات بيانات اورجنايزد هيرد مانجمنت. انت من غير برنامج قطيع ما تنفعش. عريان. بس ايوه صح طبعا 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 طبعا. وانا ما بتكلم، انت عندك 100 بقر، انت عايز ال 100 بقره دول يبقوا 150،
هتعمل لهم اكستنشن 10%، لا انا ال 100 هيبقوا عندي 110. يا اخي ابسط الامور 200%، ابسط الامور 200%، حافظ عليهم. صح. لكن انا صح. في مزارع في مصر، وانا رحت مزرعه مزارع، معلش دخلت المزرعه قعدت كانوا 600 بقره، بادئين ب 600 بقره، قطيع والله وصلوا 400. طب الحمد لله انه ما وصلوا 400. وصلوا ربع. طب الباشا اللي قال لك والله 400 دول، طب فين الريبليسمنت عندك، الهيفرز فين؟ ما ده بالريبليسمنت يا دكتور. قال لك يا حلاوه، ايه يا عم ده؟ ايوه، الجزارين بياكلوا عيش حلو قوي. ايه للي طيب مش مسجل بياناته، مش معلش انا اسف قاطعتك، بس يعني اتفضل يا دكتور محمد، اتفضل بس. اتفضل فطبعا معلش، في نقطة انا مربع مستمتع هنا، جدا اهو، اتفضل. الميتابوليك بروبلمز كان سيت ذا ستيج فور كونسيكونس اوف اذر نيوتريشنال ستريس كومبليكيشن. شوف بقى المعلومة دي، يعني 90% من البودي كونترول سكور، زي ما قلت الفات ريزيرف، لما بيحصل عندي موبيلايزيشن ويحصل عندي اوكسيديتيف ستريس، بيقول لك ايه بقى، سيت ذا ستيج فور كونسيكونس. انا بضرب طلقه، ده اللي بيبدا سلسله وبتتفك معايا. طبعا دي اول حاجه بيحصل عندي نيوتريشنال ستريس كومبليكيشنز، اللي هو الكيتوزيس، الدي اي، الميلك فيفر، كل دي نيوتريشنال ستريس كومبليكيشنز، حاجات اللي هو بتيجي، يعني الميتابوليك ستريس هو اللي بيفتح معايا القصه دي كلها. وفي شرط تاني اهو، اكلمكم فيه طبعا، ده اللي هو الانتر ريليشن بتوين نيوتريشن اند ديزيز ان ذا بيري بارتشن ديري كاو. خلاص طبعا اللي يعرف الرسمه دي، انت اختصرت على نفسك مشوار، احنا معلش ما لقيناش حد يقول لنا الكلام ده اصلا، يعني ما حدش كلمنا في الكلام ده كله. لكن نبدا ناخد الرسمه، decreased dry matter intake around the coughing، طبيعي البقره بتقل معاك في الاكل، لسه والده البقره. خلاص بيحصل عندي نيجاتيف انرجي بالانس، والبروتين بالانس عندي برضو بيزيد عندي النون استرفايد فاتي اسيد. طيب النون استرفايد فاتي اسيد والنيجاتيف انرجي بالانس لما حصل عندي بيديني اميون سبريشن. عشان اصل واحد هيقول لي ايه، طب هو الماستايتس بيحصل ازاي؟ طب هو ايه علاقه البادي كونديشن سكور بالليمنس؟ ايه علاقه كل الكلام ده بالمشاكل دي بتجي لي ليه؟ ما انا وانا طبعا واحد شغل دماغه يقول لك ايه؟ لا اصل الماستايتس ملوش دعوه، انفايرومنتال وكونتيجيوس وبكتيريا ماشي، ما انت القدر عندك سسبتبل لاي حاجه، لاي بكتيريا، مفيش اميونتي اصلا. مناعة البقرة صحيح. مضروبة، صح. المترايتس، طب ما بقرة ممكن ميبقاش فيها بلاسنتا وتخرج البقرة اوكي من البوست نيتال كده عندك من عنبر العيادة بتاعك، ويجي لك بعد 15 يوم فيها مترايتس. صحيح. أو بعد 8 أيام. صحيح. ليه؟ ما انت البقرة اساسا الاميونيتي بتاعتها مفيش. مناعة. أو الحظيرة مش متنظفة أصلا، وحظيرة وحشة وطينة بس يعني حاجة صعبة فعلا. فالرسمه دي يعني خلاصه سنين، انت عندك برضو الاوكسيديتيف ستريس بيعمل عندك اميون سبريشن. خلاص برضو طبعا في الكلوز اب والديكاد واللو ماغنيسيوم دايت، طبعا الديكاد دي برضو حوار تاني، قصه تاني، فيلم لكن هو كبير طبعا. هايبوكالسيميا تعمل لي لوست الماسل تون، تعمل عندي ميلك فيفر، تعمل عندي ديسبليست ابوميزم. والديسبليست ابوميزم يعني محدش يقول لي اصلا انا رابطه انا بس مديك حته كده، انا مدي لك حته جايب الديسبليست ابو ميزان برضو من النيجاتيف انرجي بالانس، بقره ما كلتش. صحيح. هيحصل عندك انت باد فيرمنتيشن او في الابو ميزان، ويحصل لك جاز، تكون عندك جازس ويحصل له ديسبليست ابو ميزان، لان هو مالتي فاكتوريال الديسبليست ابو ميزان، يعني مربوط بالكالسيوم، مربوط بالنيجاتيف انرجي بالانس. صحيح. الاميون سبريشن هياثر عندي على الماستايتس، الريتند فيتال ميمبرينز، البلاسينتا مش هيحصل لان انا لان الجسم هيعمل اكسبيل للبلاسينتا كويس، هيحصل عندي مترايتس. خلاص عندي بقى عندي حاجه تاني، لو انا ما اديتش دايتري افكتيف فايبرز كويسه برضه، هيحصل لي ديسبريس دمويزم، هيحصل عندي رومينال اسيدوزيس. خلاص
هيحصل عندي رومن الاسيدوزس، هيحصل لي لمنس. الهيستامين ريليز في الاسيدوزس هيأثر لي على اللامينيه، هيعمل لامينايتس ويحصل عندي لمنس في المزرعه. صحيح. ف انا قلنا الميتابوليك ديس اوردر، يعني طبعا الاكسيديتيف ستريس عندي بيعمل تريجر لكل المشاكل دي. صحيح دكتور محمد. وفي الاول وفي الاخر المانجمنت اهم شيء في المزرعه. صحيح. لو انت اشطر دكتور في الكوكب والمانجمنت حواليك بايظه، نتائجك هتبقى زي الزفت. صحيح. وعالج يا دكتور، وعالج. اصل الدكتور مش بيعالج، يا بيعالج ايه يا عم؟ انت اللي مش عامل له مانجمنت. وهتلاقي واحد جه قال لك اصلا انت ما اديتهاش سينالوكس ما ليه اديتهاش ديكلو ولا مربوسين ليه، وانت ايوه وانت مش عارف اصلها الضغط ماتت بيجي لك عشان الكتاب اديتها ليه. جلوكوز، اصلها ماتت عشان مش عارف ايه يا عم، ده جلوكوز ايه وبتاع ايه، واحنا فاكر وميلت ايه فاكر العجول فاكر اللي سبق اللي اديتها جرعه غلط؟ يا نهار ازرق يا جدعان على ايام السودا دي. ايوه ايام ايام يقول لك اصل ده الدكتور عمل مش عارف ايه. يا عم هو خربان اصلا. لا لا لا، بس سيبك يا دكتور محمد، الجيل الجديد ده لسانه وما شاء الله، اللهم صل على النبي، لان هم دارسين الكلام ده وفاهمينه، ولقوا اللي يقول لهم الكلام ده بيعرفوا يردوا حلو قوي 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 قوي، ويقولوا لا المانجمنت ده من عندك الغلطه. تلاقي دكتور لسه متخرج هو بقاله سنه بص وعنده كميه شوف يا معلومات بنت لذينه، وانا اهم سعيد حاجه وفخور بهذا الكلام برضو عشان عارف. انا عايز اقول حاجه. انت كدكتور ديري فرقك ايه عن الدكتور دكتور الفيلد؟ بيروح لل هو ما... انا ماليش دعوه بالمانجمنت بتاع البقر، انا بوجه الفلاح للصح. هو عمله عمله، ما عملوش ما عملوش. انت النهارده قاعد ريزيدنت في المزرعه، انت قاعد مقيم في المزرعه، فعينيك على البقر يوميا، عينيك على البقر يوميا، لازم تاخد بالك من كل كبيرة كل صغيرة. النهاردة وانت بتجس لقيت الدورة نازلالك زي ما هي في الفيسز، لا خلاص انت حصل عندك هاي باسج ريت للدورة، ففي مشكلة الدورة مش مهضومة كويس. ليه؟ انا بفقد ستارش وكربوهيدرات والبقرة ما بتدينيش، وبروتين البقرة ما مش هتديني الحليب بتاعها. صحيح صحيح؟ طبعا. طيب النهارده وانا بجس في البقره، لا سوفت فيسز في مشكله. ما انت كل ده هيضرب لك. يعني ايه ميزه الصحه العامه بتسمع سموم معاك وقت فطريه، فاكر سموم سموم يقول لك فطريه؟ سموم يا نهار سموم ابيض فطريه، على سنين السموم. قال لك اصل السموم الفطريه كتير، ولا تبقى بقره ال دي ايه ويقول لك اصل هي ميتها سموم فطريه. يا عم ايه كبسين لها كيلو سموم فطريه؟ ايوه بس طبعا انت لازم تبقى عارف كل الحاجات دي كدكتور، تاخد بالك من كل شيء في المزرعه كل كبيره وصغيره، تحاول ان انت تبقى راجل يعني استباقي برو اكتيف ديري فارم فيترينيريان. ما تبقاش دكتور عادي ان انت انا جاي عايز اعالج، ما مش يبقاش اكبر همك اصل انا بجيب الاكتيف برنسبلز اللي هتبقى هايلي سيلكتيف على الدي، اصل انا اديت مش عارف مربوسيل في توكسيميا ماستايتس وخفت. احنا عندنا تكنيشنز وعماله بتعمل كده، يعني انت مجرد بتروح للعامل عارف الكلام ده كله. ما يبقاش انت طموحك في المزرعه ان انت تعمل ريكتال بالبيشن. انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس، وناس نفسها تتعلم الجس والسونار وكده، يا اخي يخرب بيت لكن الجس، يا اخي لكن يخرب انا بيت كنت الجس على خلاص التقطيع، يعني. مش بتوع الدكتور. يلا انت بقى عشان نجيب من الاخر، معايا؟ انا دكتور بص معايا في مدير. تكنيشنز بيجس على 32 يوم و33 يوم تكنيشن. صحيح صحيح صحيح. يعني انت خلاص. طب لان هو معلش قاعد في المزرعه وشغال في الحته وبيلقح ويجس لازم. وعشان الباراميديكال انت دكتور بيطر، انت لازم ادفانسد عليه، ما تكتفيش بان انت تروح لل يعني لا انا اصل هدي حقنتين وخلاص. هيرد احنا الديري فيت ده يعني حاجه عاليه جدا جدا جدا، حاجه ادفانسد جدا جدا. صحيح صحيح. تمام نخش على اللي بعد نخش كده يا دكتور محمد، يا فنان يا فنان، يا سفير مصر في السعودية وفي الدول الأوروبية. حبيبي. تسلم. طبعا برضه بفضل. ده بقى تأثير الهاي. طبعا احنا اتكلمنا على الهيلث تمام، صح. واتكلمنا ازاي الاوكسيديتيف ستريس بيحصل. طيب برضو الاوكسيديتيف ستريس عندي واللو بودي كونديشن سكور بيأثر عندي على الريبرودكشن. تمام. طيب في
يعني انا طبعا طبعا البادي كونديشن سكور من 2.75 ل 3 ات كافينج. ده اللي انا بتكلم فيه، ان هم في الابحاث الجديده الريسيرشز بيقول لك ان هم عايزين يقللوها شويه، عايزين يقللوها شويه. طبعا البحث ده عمله الدكتور بول فريك، طبعا ده دكتور في امريكا، دكتور مشهور جدا في التنسليات، وده هو اللي يعني كان من ضمن الدكاتره اللي عملوا الدبل اوف سينك بروتوكول. كنت انا حضرت له المحاضره دي في الدبليو بي سي في مدريد، واتكلم عن الموضوع ده. يا اخي خدني تحت جناحك يا اخي، خدني معاك مدريد يا اخي، واخي يا اخي شرف حبيبك وصاحبك، تشرف الدنيا يا عم. الله هو الله. الراجل بيتكلم يعني قال لك ان السايكل دي، طبعا ده شورت سايكل، ان هو انا عايز البقره كده، البادي كونديشن سكور يبقى كده، الليس بادي كونديشن سكور لوس، يعني البقره مش هتفقد بادي كونديشن سكور كتير، هيحصل عندي مشاكل هيلث قليله، الفيرتيليتي هتزيد، البريجننت باي 130 ديز ميلك هيبقى عالي، خلاص البقره هتبقى بريجننت باي 130 ديز ميلك، خلاص صحيح، والبقره هتبدا تجين ليس بادي، يعني انا لو جبت البقره بدري بريجننت خلاص، وهعمل لها دراي اوف في ميعادها الطبيعي. ما لو سبت البقره بقى تقعد تحلب لي وتاخد 14 تلقيحه او 15 تلقيحه عشان تيجي بريجننت، ما انا هتيجي عند الولاده هتبقى فين؟ خلاص. فدلوقتي هو طبعا الابحاث قالت ايه يا دكتور؟ قال لك ان الديز اوبن، لو انت عندك البادي كونديشن سكور خلاص مش كويس، يعني كان فوق ال 3.75، احنا طبعا قلنا فوق ال 3.75 المشاكل الصحيه بتزيد عندك ب 2.8%، انت متخيل؟ طبعا يعني بتبقى البقره اكتر عرضه ب 2.8 مره، يعني انت متخيل 2.8 ده رقم، يعني يعني ثلاث هتبقى مرات البقره يا اخي، والله يحب المحسنين، قول ثلاث مرات وخلاص، فعلا ثلاث حقيقي مرات. انا بس هما طبعا بيحبوا التفصيل. يا اخي، تفصيل احنا قاعدين في بروفايلنا طيب وفي الزوم بالنسبه بتاعنا للتناسليات بقى، هتبقى البقره اكتر سسبتبل للمشاكل 2.5 مره. يعني قال لك ايه؟ الديز اوبن هيزيد بمعدل 10.6 من 10 يوم، انت متخيل؟ متخيل طبعا، خساره بالملايين. طبعا خلاص. البريجنانسي ريت هيقل 10%. لو انت عندك مشكله في البادي كونديشن سكور، لو البقر عندك جروب بقر فوق ال 3.75 عند الولاده، هيبقى بيقول لك انت هتخسر بريجنانسي ريت للبقر ده خلاص 10%. طبعا انت عارف 10% بريجنانسي ريت يعني ايه؟ يعني نقفل احسن طبعا. نقفلها احسن ملايين. انت طبعا يعني مثلا ان يوم ما بتروح تستلم مزرعه حلاب، خلاص انت البريجنانسي ريت عندك كام؟ طبعا انا ما اعرفش البريجنانسي ريت في مصر دلوقتي وصل كام، لو انت يعني تقول لي اي رقم. بص يا دكتور محمد، هو بيعتمد على المزرعه، مزرعه عندها سيستم مراقبه شياع وعندها البادي كونديشن سكول مظبوط وعندها الحاجات دي كلها، بيبقى الاوفر اول مثلا 19 20 طيب 21 البنش مارك، وهكذا طبعا البنش مارك 20 مثلا، خلاص. ده لو حد طبعا جابه بنتكلم الحمد لله في المزرعة اللي أنا فيها في 24 ما شاء الله. خلاص. طلع نبي طبعا أنا طبعا أنت عشان ترفع مثلا من 20 ل 21، أنت طبعا عارف إن ده ملايين بتصرف، صحيح صحيح خلاص، لأن ده ناتج هيت ديتكشن مظبوط في كونسبشن مظبوط، خلاص اديك بريجنانسي ريت مظبوط. صحيح خلاص. اللي اخطر من كده بقى ايه يا دكتور محمد؟ قال لك ان انت عندك حاجه اسمها الان اي 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 ام، الان اي اي ام دي اللي هي اللي هو الايرلي امبريونيك مورتاليتي. خلاص. الايرلي ايوه امبريونيك مورتاليتي قال لك بتزيد 2.4 مره. صحيح، يعني انت شوف تيجي انت البادي كونديشن سكور عامل ايه فيك، مبهدلك ازاي؟ يعني طبعا البقره اذا كانت سمينه وبتخس او رفيعه، يعني انت طبعا رفيعه دي على التلقيح مش هتاخد منها حاجه اساسا، مظبوط، انت ليك انت تخيل هي كده كده هتخس، يعني هي هتخس 0.5 0.75 0.1 1، وان فليك انت تخيل هي ولدت مثلا 2.5 عند الولاده، هتوصل هتعمل ازاي؟ خلاص يبقى حواوشي يا دكتور محمد، دي بقرة هتخلص وهتروح.
هي ما فيهاش حواوشي، ايوه ما فيهاش حاجه للحواوشي. ايوه طيب نخش بقى تعمل لنا كل اللي احنا قلناه اهو. طبعا ايديالي 80% من الديري كاتل، الديري هيرد شود لوز من نص ل 75%، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في عند اول 30 40 يوم ايه في الحلابه دي زميلك. خلاص صحيح. طبعا عند البيك ميلك، تمام، بعد ما البقر توصل البيك ميلك، واحنا قلنا بتعمل ريجيننج او ريستور للايه للفات ريزيرف، عند احنا قلنا عند وجبنا الرسمه تاني عند الايه الفيز، بتبقى بعد الفيز 4 بتبدا الفيز 5، تبدا تجين شويه ايه فات ريزيرف تاني، تقول ايه ريبلينشنج، ريبلينشنج يعني اللي هو ريجين، تتعافى. اه تتعافى. طبعا بيقول لك من 5 ل 10% may never put on much flesh، يعني بيقول لك في نسبه 5% ممكن ما يستعدوش او 10 ما يستعدوش اساسا البادي كونديشن سكور بتاعهم. خلاص يعني لكل قاعده شواذ. برضو في نسبه تاني اسمها الايزي كيبرز، ممكن تفضل تخينه زي ما هي خلاص ومن عند الولاده وما تفقدش دهن، صحيح. تمام. طيب الموبيلايزيشن اوف فات يوزد تو بروديوس ميلك، طبعا دي ريسيرشز اتعملت وقالت لك ان ال 1 باوند اوف موبيلايزد فات بيديك 7 باوند ميلك، نفس يعني مظبوط. كيلو، طبعا الباوند غير الكيلو بس هي نفس الحسبه، يعني كيلو دهون يتعمل له موبيلايزيشن يديك 7 كيلو لبن. صحيح. خلاص طيب صحيح. انا الاور جول بتاعي تو مينيمايز ويت لوس باي انكرجنج ذا انتيك اوف، بعمل يعني انا دلوقتي لازم اظبط البقره في الفريش بيريود بتاعتها في الفتره دي، ان انا اديها هاي كواليتي فورش خلاص مظبوط. من 1 ل 8 ل 2% من البادي ويت بتاعها يوميا، ادي سفيشنت جرين خلاص، وابدا ازود الكوانتيتي على بتدريج مع الاسابيع، انا زي ما احنا قلنا المنحنى بزود الدراي ماتر انتيك ايه لغايه ما اوصل للبيك دراي ماتر انتيك. طيب اماتيور لاكتيشن كام، في معلومه هنا برضو عايز ايه اقولها، يعني ايه ماتيور كاو؟ عمال نسمع ماتيور كاو ماتيور كاو ماتيور كاو، ايه صحيح. ايه الماتيور كاو؟ الماتيور كاو دي كان ليها اتنين ديفينيشن، يا اما البقره اللي هو في السيرد لاكتيشن بنقول عليها ماتيور كاو، يا اما قال لك بقره ولدت عجله ولدت والكاف بتاعها بقى عنده 240 يوم، يعني خلاص البقره اللي هي ايه داخله على اللاكتيشن التاني بتاعها. خلاص احنا بغض النظر بقول لك افتر من 50 ل 60 دايز ميلك بتبدا تجين يوميا اسبوعيا 2 كيلو، يعني البقره ماتيور كاو بتجين اسبوعيا 2 كيلو. طبعا اتعملت حسابات وابحاث في كده، قال لك يعني الوان بادي كونديشن سكور 55 كيلو بادي بادي ويت اوف ماتيور كاو، يعني 55 كيلو من الايه الماتيور كاو. طيب يعني البقره هتاخد 6 شهور عشان تجين اللي هي خسته تاني، يعني الواحد اللي هي خسته في 30 يوم لو انت ما ظبطتهاش خلاص هتزيد الواحد الوان كونديشن سكور ده في 6 شهور. خلاص بالظبط. طيب الهيفرز، بالنسبه للهيفرز اللي هي يعني الفيرست لاكتيشن عند الولاده، يعني مش الهيفرز اللي هي لما تولد، يعني بالظبط. بيقول لك عشان هي ستيل جروينج هتحتاج 70 كيلو ادد بادي ويت عشان تاخد البادي كونديشن سكور، لان هي صحيح. لسه عندها الجروس ريكويرمنت، لسه مظبوط. البقره وهي بتولد عندها الجروس ريكويرمنت. صحيح. طيب ادي البيست تايم عشان اعمل بادي كونديشن سكورنج امتى؟ الليت لاكتيشن من 200 ل 240 ديز ميلك، زي ما قلنا ان البقره بدات خلاص انا اقدر عرفت ان هي جين كنترولد اماونت اوف فات، يعني البقره خلاص جمعت كميه فات انف ان انا اقدر اعمل لها ايفالويشن. خلاص عند الدراي اوف، وعند الدراي اوف ده مهم جدا لان انا هبقول لك ايه نفس اللي انا عايزه عند الدراي اوف هو نفس اللي انا عايزه عند الولاده. صحيح. خلاص عند الولاده برضو لازم اعمل لها بادي كونديشن سكورنج برضو مهم جدا. خلاص
نفس الكلام اللي احنا قلناه طبعا، اللي في ان هي هتبدا تخس، يحصل فات موبيلايزيشن، نيجاتيف انرجي بالانس. هو هنا بيقول لك بتفقد من نص لكيلو بادي ويت في اليوم. صحيح. رابع حاجه ان ذا فيرست 3 مانس اوف لاكتيشن، يعني في البري بريدنج، في اللي هو ايه قبل يعني اول 3 شهور من اللاكتيشن، من 30 ل 40 يوم افتر كافينج، يعني بعمل ايفالويشن تاني. لو في حد بيعمل حاجه اسمها الفولو اب، ان هو ناس بتعمل فحص فولو اب، يفحص البقره للمشاكل التناسليه، هل في مشكله في الرحم، مترايتس، بايومترا، ادهيجن، وياخد معاها البادي كونديشن سكور، يبقى كده فله زي الفل. صحيح. برضو عند التلقيح، طبعا انت لو بتاخد بادي كونديشن سكور عند التلقيح مهم جدا. طب احنا بنعمل ايه؟ او بناخد على الدراي اوف، على الكافينج، عند البري بريدنج على ال 32 يوم، وعند التلقيح 4 مرات باخد البقره بادي كونديشن سكور. صحيح. وبعمل شارت يقول لي القطيع بتاعي ماشي ازاي، البقره دي خست ايه وراحت ايه وجت منين. مظبوط مظبوط. خلاص طبعا طبعا. طيب ده الاريا تو ايفالويت، ايه اللي انا بقيمه في البقر. عندنا طبعا كذا ابروتش لتقييم البقره، عندنا الفيجوال ابريجل، الفيجوال ان انا بعيني، عندنا اعمل بالبيشن للفات كفر بايدي، امسك الفات كفر واشوف البقره دي وضعها ايه، يا اما اعمل كومبايننج للسايت اند تاتش، اعمل كومبايننج الاثنين مع بعض. تمام. انا كل ده بتكلم في حاجات ايه يعني بعيني. في طبعا شركات عامله اجهزه بتركب، طبعا دي حاجات ادفانسد، لو حد عايز يكلف، والميجا ديري والمزارع الكبيره، انت بتحط سيستم على المحلب، بتبقى كاميرا بتاخد نقط لجسم البقره وتبدا تعمل لك هي ايه فيها جوه منها سيستم اوكيجنز معادلات اكويشنز، تعمل لك تديك رينج البادي كونديشن سكور بتاع البقر. تمام. لكن وفي ابلكيشن على الموبايل برضه يا دكتور محمد بتاع ابلكيشن ابلكيشن على الموبايل تجيبه وتفضل تملاه وتحط حاجات انت والله، وفي الاول وفي الاخر ليه؟ طب ما انا اعمل لها انا بنفسي معناه، واسجل واطلع احط على السيستم. وفي في اجهزه، جهاز بيجي بالليزر بياخد الابعاد البقره بالليزر ويقول لك والله البقره، بس يعني ايه يعني في كذا حاجه للموضوع ده. فيه طبعا بالسونار انت بتقيس الرامب فات وتقيس البلفيك فات وفي الاخر تدي، لكن انا بكلمك في حاجه تعملها في 10 15 ثانيه وانت واقف، يعني اعتبر نفسك بتعمل دايجنوزس لبقره جايه لك العياده، والله البقره دي فيها 1 2 3 بادي كونديشن سكور كذا، يعني قلت كل المواصفات اللي فيها. طيب انا بقيس ايه؟ بقيس الفات كفرنج في الرامب اللي هو البلفيك اريا، التيل هيد، اللوين اريا، بعمل لها ايفالويشن برضو. تمام. طب الرامب اريا دي انا بقيم فيها ايه؟ او البلفيك اريا الحته اللي من ورا دي، بشوف التيل هيد، بشوف الهوكس اللي هم الهيب، بشوف البين بون، بشوف ايه الثرل، اللوين بشوف الشورت ريبس والسباين. وانا ايه الرسمه ايه يعني اللي ورا ده الرامب البلفيك اريا، بشوف التيل هيد الهوك، وفي رسمة اوضح من كده، وبشوف السرل وخش جوه على اللوينز الشورت ريبس. الشورت ريبس دي اللي احنا بنقول عليها الترانزفيرس بروسيس في البقره، يعني الاناتومي بتاع البقره، والسباين العمود الفقري. صحيح. طيب ليه النقط دي بقى دكتور محمد؟ ليه الناس اختارت النقط دي؟ يعني النقط دي ما جاتش كده ايه، مش هم قالوا لا طب احنا ناخد النقط دي واصلا النقط دي كويسه لا، النقط دي اختاروها لان هي النقط دي الكفر اللي عليها فات بس، معلش مصل، معلش اي حاجه تانية، هي سكن وفات. مظبوط. فانا النهارده لما فخلاص انا عايز اقيم الفات، يبقى النقط دي هي اللي ايه فات بس. خلاص خلاص. طبعا البادي كونديشن سكور ده لازم تبص على البقره من ورا ومن الجنب، من البيهايند ومن قدام. خلاص. الرينج اوف بادي كونديشن سكور عندي في الديري كاتل من 1 ل 5. خلاص صحيح.
يعني من 1 ل 5 وفي كوارتر بوينت انكريمنت. الرينج اوف بادي كونديشن سكور في البيف كاتل من 1 ل 9. خلاص صحيح. طبعا البادي كونديشن سكور از نوت ا بيرفكت ساينس. Anyone can learn to body condition score. طبعا little practice و time. طبعا scoring take only 10 to 15 second per cow. Score should be similar. يعني minus plus 0.25. خلاص؟ لما نقص يعني الموضوع ما ينفعش نختلف أكثر من ربع. طبعا البادي كونديشن سكور بتاع الدري كاتل برضه في بعض الدول بتحب ايه يعني نيوزيلندا واستراليا يقول لك لا والله احنا بنعمل ايفالويشن للدري كاتل من 8 ل 10. هم عندهم يعني ايه فردينها بقى من بدل يعني من 1 ل 5 فردينها بقى 1 ل 10. بس احنا 1 ل 5 ده الامريكان واللي احنا شغالين عليه في مصر واللي ماشيين بيه في السعوديه وماشيين بيه في اغلب العالم كله. بس انا بقول لك نيوزيلندا واستراليا مع نفسهم كده في حته ثانيه. هم عندهم نظام تربيه اصلا مختلف خالص كل حاجه عندهم مختلفه. ايوه دي بقى النقط الاناتومي اللي احنا بنبص عليها دكتور محمد. البن والثرل والهوك والهيب هنا اهو، وده رير فيو، وده السكرال ليجمنت، وادي التيل هيد ليجمنت، وادي الثرل، وادي البن. خلاص دي الحاجات اللي احنا هنبص عليها. خلاص تمام. عايزين بقى دكتور محمد بس اخد بريك معلش كده لان انا جالي اتصال مهم جدا. لا خد بريك، انا ممكن اقعد انا يعني اتكلم مع الناس شويه يعني. لا هو بص ما اعرفش، هو ممكن يبقى بريك طويل شويه، احنا ممكن نكمل. طب خلاص كمان احنا ممكن شوية. نكمل كمان شويه، ايه المشكله؟ اعمل بس عشان انت الادمن، اعمل بس يعني اعمل ريكورد بس، اهم حاجه انت تعمل له ستوب ونبقى نطلع لايف كمان شويه، مفيش مشاكل عادي جدا. اعمل ستوب ستوب ريكورد. ايوه بس واند الميتنج. ستوب ستوب ريكورد منين بقى؟ طب خلاص رجعنا انا الهوست، رجعنا انا الهوست. تمام يا دكتور محمد تمام. أنا يعني تمام جدا. خلاص نكمل كمان ساعة ساعتين براحتك يعني. ماشي الجمعة. تمام ماشي. ماشي في مكالمة مهمة جدا جد. لا يا باشا، لا لا انت ربنا يعينك ومتشكرين جدا، ونكمل كمان ساعتين. شكرا ليك يا محمد. تمام يا باشا تمام. اوكي اتفضل اتفضل مع السلامة. انت خلاص وقفت التسجيل وكده؟ اعمل 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 يس. طيب ماشي ماشي، مع السلامة مع السلامة.